مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من ميدان المرموم ومن تحفة ميادين السباقات ومن دانة الدنيا دبي، ضمن انطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي، مع هذه التحديات الصباحية والانطلاقات الصباحية من هجن أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة على أرضية هذا الميدان. ننطلق مع هذه الانطلاقات ومع خامس أشواطنا في صباح هذا اليوم الذي خصص للذلل. ننطلق مع هذه الشعارات وتقدم مع قنوات دبي ريسنج والقنوات الناقلة وعلى الهواء بثا مباشر. أتقدم مع المراكز الأولى والصدارة مع سلطة على المركز الأول من هجن رياسة، صالح بن سعيد بالعري من يقدم سلطة على المركز الأول. المركز الثاني الشاهينية القادمة من مؤسسة هجن ند الشبة وسالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب، الوذناء القادمة على المركز الثالث من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع وتابع هملولة القادمة على رابع المراكز من هجن رياسة وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. والمركز الخامس الوصول والانطلاق من قبل الشاهينية ومن هجن رياسة ومع المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في عملية التضمير والتدريب. سادس المراكز هجن العاصفة القادمة مع الشاهينية بمتابعة غياث الهلالي. المركز السابع النقلة إلى المركز السابع والشاهينية القادمة من هجن رياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ثامنا هملولة من هجن رياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. والمركز التاسع الشاهينية القادمة من مؤسسة هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب. والمركز العاشر أختم بندائي الأول مع انطلاقة وتحديات الشاهينية من هجن رياسة ومع المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة والنداء الأول ما بعد انطلاقة هذه الأسماء على أرضية هذا الميدان واندفاعت هذه الشعارات في مسار خامس الأشواط وخامس الانطلاقات الصباحية على أرضية هذا الميدان الذكي. عودة مع البداية بعد العشر، أعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى السلطة التي بدأت تغادر في هذه اللحظات. الحزام الأول في الثمانية كيلومترات، سلطة من هجن رياسة، سلطة على المقدمة وعلى المركز الأول بقيادة صالح بن سعيد بالعري المري من يتابعها في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني الشاهينية قادمة، الشاهينية من مؤسسة هجن ند الشبة وسالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث الوصول من الشاهينية
الحمدية ومن هجن الرياسة ومع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري من خطف أربع شواط ويطمح بالخامسة إلى هجن الرياسة. المركز الرابع هملولة القادمة هملولة هملولة الواصلة من هجن الرياسة والعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. المركز الخامس هذه اللي وصلت هذه اللي تقدمت في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق والإبداع المتميز هذه الشاهينية القادمة من مؤسسة هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب. النقلة إلى المركز السادس المركز السادس الوذناء القادمة من هجن الشعانية الشعار العنابي القادم الأدعم في هذه اللحظات بقيادة برنس الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل في عملية التضمير والتدريب. نتابع المركز السابع بعد ما تجاوزنا منتصف الثمانية كيلومترات وصلت الأسماء انطلقت في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق ومع هذا التحدي. ها هي هجن العاصفة القادمة مع الشاهينية بقيادة غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب. والمركز الثامن الثامنة هملولة والتاسعة كذلك هملولة الثنتين من هجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. والمركز العاشر أختم نداي الثانية مع انطلاقة الشاهينية ومن هجن الرياسة قادمة ومع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هكذا هي النتيجة هكذا هي النتيجة الثانية للعشر المراكز المنطلقة والقادمة. مشاهدينا متابعينا الكرام أمام الشاشات يا من تتابع يا من تراقب يا من تتابع هذه الانطلاقات الموقع كيلو الغابات والثلاثة كيلومترات وعود مع الصدارة مع التغيير في هذه اللحظات. ها هي هملولة هملولة اللي غيرت هملولة اللي انطلقت في هذه اللحظة على المركز الأول قادمة من مؤسسة هجن الرياسة تحمل الشعار الغالي على قلوب الجميع شعار هجن الرياسة على المركز الأول بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هجن العاصفة قادمة هجن العاصفة قادمة الشعار الملكي قادم مع هذه الانطلاقات والتحديات بقيادة غياث الهلالي. بدأت تتسلل الشاهينية بدأت تنطلق بشعار هجن العاصفة على المركز الأول. المركز الثاني الشاهينية القادمة من مؤسسة هجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري المجازف في عملية التضمير والتدريب. والمركز الثالث هذه سلطة القادمة سلطة من هجن الرياسة مع صالح بن سعيد بالعري في عملية التضمير والتدريب. وتابع هملولة على المركز الرابع هملولة القادمة هملولة الواصلة من هجن الرياسة وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الثنين كيلومتر المتبقية عن خط النهاية عن ناموس هذا الشوط ولكن وصلت وتقدمت الوذنة الوذنة وصلت من الشعار العنابي بدأ الهجوم بدأ الانطلاق مع برنس الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. من يتابع الوذنة أتابع هملولة القادمة هملولة الواصلة على المركز السادس والسابع من هجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وصلت الشاهينية من هجن الرياسة مع
مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيرية الوصول من الشاهينية في هذه اللحظات ومن هجن العاصفة وغياث الهلالية في المتابعة والمركز العاشر القادمة الشاهينية من مؤسسة هجن رياسة بقيادة المجازف، ولكن بعود إلى الصدارة، عودة مع البداية مع الصدارة والمقدمة واقترابنا من لوحة الإعلان 1200 ما تبقى عن خط النهاية، والمجازف على المركز الأول، المجازف ورياسة والشاهينية عينها على الخمسة، عينها على النقطة الخامسة في صباح هذا اليوم في انطلاقات الحولي والزمول. المركز الثاني الشاهينية القادمة من مؤسسة هجن العاصفة قادمة، غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب. والمركز الثالث هذه الوذرة لجنة الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل، وصل المجازف لكي يدفع بالورقة الثانية في هذه اللحظات، بدل انطلاق من الشاهينية وهجن رياسة القادمة في هذه اللحظات. كل الأسماء وصلت، ولكن المجازف لله درك يا أبو سعيد، لله درك يا أبو سعيد، من يقدم هذه النجومية، هذه النجومية مع هجن رياسة ومع جماهير رياسة. ها هي الشاهينية على المركز الأول، الشاهينية على المركز الثاني، الشاهينية بدأت تتسلل على المركز الثالث. ثلاثية رياسية بقيادة المجازف بقيادة مسعيد، تهانينا والناموس. ابشروا يا جماهير رياسة، ابشروا يا جماهير رياسة بالإنجازات بالسيوف. ها هي هجن رياسة تقدم كل ما لديها من النوعيات في هذا الصباح، تهانينا والناموس لهجن رياسة المركز الأول والثاني والثالث. شكرا المجازف. الوذنة على المركز الرابع لهجن الشحانية، المركز الخامس هملولة لهجن الرياسة. هكذا هي النتيجة. نعود مع الثلاثية مع التوقيت الزمني ولحظات وصول هجن الرئاسة ومع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يقدم انطلاقة هجن الرئاسة. النقطة الخامسة 12 دقيقة 31 سبع أجزاء من الثانية. شكرا المجازف. المركز الثاني الشاهينية من هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري 12 دقيقة 33 ثمان أجزاء من الثانية. المركز الثالث الشاهينية من هجن الرئاسة ومع المجازف كذلك محمد بن عتيج بن زيتون المهيري 12 دقيقة 35 جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس.